في إطار التعاون التجاري في مجال الثروة الحيوانية ودعما لسياسة التنويع في الصادرات الحيوانية، وقعت دولة قطر اتفاقية تعاون مع جورجيا لاستيراد الخراف تطويرا لعملية تنظيم الاستيراد وتنويعه وتقنينه بما يخدم دعم سياسة الأمن الغذائي في الدولة. اليوم تم توقيع اتفاقيتين بين جمهورية جورجيا ودولة قطر في المجال الزراعي وفي المجال البيطري. بالنسبة لنا احنا دولة قطر في تبادل مستمر مع جمهورية جورجيا في استيراد الحيوانات الحية، الخراف الجورجية الحية، وهذا ان شاء الله بيساعدنا ويقنن العملية ان شاء الله، واحنا نتمنى ان شاء الله ان يكون هناك في مزيد من التعاون مع الجانب الجورجي. بالنسبة لمذكرة تعاون مجال الزراعي هي تبادل التكنولوجيا والزيارة والخبرات والتجارب بين الدولتين. أردي كان في تعاون، بس هذه المذكرة فقط لتنظيم العملية. احنا تبادلنا يعني استيراد الحيوانات من جورجيا من سنوات، لكن هذه المذكرة بتساعد في وضعها في صورة قانونية. الاتفاقية الموقعة تأتي في سياق تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقنينا للتعاون في المجال الزراعي والحيواني، والذي انتظم في فترات سابقة. احتضن مسرح قطر الوطني انطلاق فعاليات الدورة 33 لمهرجان الدوحة المسرحي، وذلك برعاية وحضور سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة. نبدأ الليلة طبعا هذا الافتتاح، وإحنا متفائلين جدا بالأعمال إن شاء الله راح تتنافس في هذا المهرجان 2016 الدورة 33. هذا مهرجان سنوي ينتظره الكثير من المبدعين في مجال المسرح. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع للمنافسة على جواز مهرجان لهذا العام. هذا المهرجان مهرجان محلي للحركة المسرحية في قطر، طبعاً يتنافس فيه الفرق المسرحية القطرية، الشركات الفنية التي تعمل في مجال المسرح. جوائز قيمة في المهرجان سواء كان على مستوى التمثيل، إخراج، على مستوى أفضل عمل، طبعاً جوائز قيمة أيضاً في مجال الديكور والإضاءة والملابس والأزياء وكل ما يتعلق بالفن المسرحي. هذا المهرجان ينتظرونه سنوياً لتحقيق إبداعاتهم وتطلعاتهم، أيضاً وصولاً إلى تطوير الحركة المسرحية في قطر. اليوم يحتفل العالم بالمسرح، وهنا في قطر بدأنا في هذا التقليد مبكرا منذ ما يقارب 35 عاما. تعددت أشكال الاحتفال، ولكن بقى هذا اليوم هو الملاذ والمتنفس لحركتنا المسرحية. ومع كل أسف تقلصت أعمالنا عاما بعد عام حتى أصبحت محصورة في هذا المهرجان. حضر الافتتاح أعضاء الفرق المشاركة من المسرحيين ونخبة من الفنانين والنقاد، وتتنافس في المهرجان الذي يستمر حتى يوم 2 أبريل 5 عروض مسرحية. اكتمال الاستعدادات التنظيمية الخاصة بمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ديمديكس 2016، هذا ما أعلنته اللجنة الدائمة المكلفة بالمعرض والمؤتمر الذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الأشياء الجديدة إن حجم المشاركين، حجم العارضين اللي موجودين في هذا المعرض، طبعا الحجم أكبر من المعارض السابقة، بالإضافة للمساحات اللي موجودة الآن. تمام، تم تخصيص حوالي 25,000 متر مربع مساحة المعرض هذا، في السابق كان 15,000 متر مربع. في ميناء الدوحة ومع ساعات الصباح الأولى بدأت تتراءى طلائع السفن البحرية المشاركة في معرض ديمديكس 2016. الفرقاطة المغربية علال بن عبد الله كانت أولى السفن التي رست في الميناء، فرقاطة من ضمن 8 قطع بحرية ما بين مدمرة وفرقاطة وسفينة تموين تنتمي إلى 6 دول، هي الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، المغرب، فرنسا، والمملكة المتحدة. المشاركة القطرية هي مشاركة سواء من القوات المسلحة، بالإضافة إلى الشركات المحلية. وأعتقد أن المعرض هذا يعني بالنسبة لنا احنا الآن هو أكبر حجم معرض
بالنسبة للنسخة هذه هي الأكبر من عن السنوات السابقة. ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في الدول الشقيقة والصديقة، كما من المتوقع أن يزوره أكثر من 9,000 زائر في المجال البحري والدفاع والأمن والتصنيع الحربي قادمين من أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم. نظمت كلية أحمد بن محمد العسكرية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ندوة حول موضوع واقع المحاسبة الحكومية ومستقبلها في دولة قطر، والتي سعت إلى تحليل التطور التاريخي للمحاسبة الحكومية في الدولة. احنا عملنا دراسة شاملة، مقابلات شخصية واستبانة، وزعناها نبي نعرف مثلا مدى رضانا عن مستوى النظام المحاسبي واهم المشاكل اللي تواجهها، وكذلك الاقتراحات. فعلا يعني حابين ان احنا نرى ان النظام هو نظام تقليدي، نحاول نطور فيه. لا نقصد احنا فعلا هدفنا الانتقاد لاي جهه او حاجه من نوع هذا، بقدر ما هو التطوير. فاحنا شاركنا كل الجهات المعنيه من وزاره الماليه الى ديوان المحاسبه الى الوحدات الحكوميه كلها، وزارات الى الجامعات الموجوده هنا، وكانوا موجودين ومشاركين بهذه المناسبه. وقد شارك في الندوة العديد من المحاسبين والمدققين في القطاع الحكومي من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وذلك لمناقشة إشكاليات المحاسبة الحكومية وسبل تطويرها. شهدت قاعة مركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات النسخة 7 من المؤتمر السنوي الدولي 7 للترجمة، والذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة تحت شعار سياسة الترجمة بين التصورات والسلطة. المؤتمر يهدف إلى إعداد كوادر في مجال الترجمة وتوفير المعلومات، وإثراء المكتبة القطرية في مجال الدراسات العلمية وترجمة المصطلحات. جامعة حمد بن خليفة في الحقيقة بدأت في هذه المهمة في عملية الترجمة الفورية وإعداد الكوادر في هذا الجانب، كون أن الترجمة هي في الحقيقة عنصر أساسي أيضا للمعلومات في عصور السابقة، وازدادت في الحقيقة العملية في الوقت الحاضر، كون أن يثري قطاع التعليم والمعرفة من خلال ترجمة بلغات مختلفة، وأصبح دولة قطر في الحقيقة أيضا عندها اهتمام خاص في هذه الترجمة، بالإضافة إلى أيضا اهتمام باللغة العربية التي لا شك هي تعاني من ملاحقة الكثير من المصطلحات، وبالتالي هذه المؤتمرات وإثراء وهؤلاء الباحثين هم يقوموا بهذه الأدوار لجعل هذه اللغات في الحقيقة أكثر قدرة على نقل المعرفة. يشار إلى أن قطر تولي اهتماماً كبيراً بالترجمة إلى اللغة العربية وملاحقة المصطلحات الدولية من مختلف اللغات، وذلك لجعل التواصل المعرفي أكثر سهولة في مجال نقل العلوم والمعارف المختلفة. عام بعد عام تتجلى ملامح مشروع مشيرب قلب الدوحة، وتتضح للعيان الولادة الجديدة لوسط مدينة الدوحة من حيث الاستدامة لتطوير وسط المدينة. مشروع مشيرب قلب الدوحة الذي وصل إلى مراحل إنجازه الأخيرة يقع على مساحة تقدر ب 31 هكتاراً بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار ريال قطري. 5 أحياء واسعة يضمها المشروع، أولها حي الديوان الأميري الذي تغلب على تصميمه الرصانة، وهو يضم عدة مبان من بينها مبنى دار الوثائق القطرية.
وثانيها الحي التراثي الذي اكتمل بناؤه، وهو عبارة عن منطقة تاريخية تضم 4 بيوت تراثية رممت لتصبح متاحف تراثية تعيد إلى الذاكرة أجواء الدوحة القديمة. كما يضم الحي مصلى العيد الذي رمم أيضاً فضلاً عن مسجد. ثالث الأحياء تجاري، لا تزال أعمال البناء داخله تجري على قدم وساق، إذ يشكل الحي الوجهة الرئيسة للتسوق داخل المشروع، وهو يحتوي على منطقة البراحة التي تمثل قلب المشروع، إذ تكون عند اكتمالها ساحة تحيط بها مطاعم متنوعة في الهواء الطلق تقدم لزبائنها خيارات متنوعة. كذلك يضم الحي في أرجائه على فندق ماندرين أورينتال الذي يبدو بناؤه راسياً على الزاوية الجنوبية الشرقية للمشروع. يلاصقه رابع الأحياء، وهو الحي السكني والاستخدام متعدد الأغراض الذي يحوي على مجموعة من البيوت والشقق السكنية الفاخرة، بالإضافة إلى أكاديمية مشارب الدراسية في الجهة الغربية. أما آخر أحياء المشروع فهو حي بوابة الأعمال، ويحتل زاوية من زوايا المشروع ويضم مجموعة من المرافق المتميزة للأعمال. أما هنا فمن المقرر أن يكون محطة الريل ومركز النقل والمواصلات الرئيسي في المشروع. مما لا شك فيه أن المشروع يشكل عند اكتماله نقطة تحول استثنائية في تاريخ وسط عاصمة بلادنا الحبيبة، لكونه يعيد تقديم نمط الحياة القطري الأصيل في قالب عصري متميز.